محمد دبدب اختفى عن الواجهة الحزبية، عن الواجهة السياسية، عن الواجهة الجماهيرية، ذهب إلى ريالة، ويقال ذهب إلى ريالة معلما أو لا لا، لم أمارس وظيفة في حياتي باستثناء اللي رحت بها بالديوانية، وكنت أيضا ممن كلف في عمل حزبي في حينها. ما اشتغلت أنا وموظف إطلاقا يعني، وأنا بعد التخرج من المفارقات وأنا كادر في الحزب، أرجو أن يسمع الشعب العراقي، عينت معاون ملاحظ يعني إذا أريد إلي أن أي سنة؟ سنة 71 في الديوانية؟ لا بالديوانية 66، بس من تخرجت من الكلية بال71 بعد 9 سنوات في عجاف في طور التلمذة طلعت تخرجت، عينوني معاون ملاحظ بعد 6 أشهر من تخرجي، 6 أشهر من تخرجي. أحد كوادرنا لاحقا أعاب علي أنه كيف شنو درجتك الوظيفية وهو حين يرزق، قلت له يعني موضوع ثانوي، قال راح أروح أسأل الإدارة جاوبني، قلت له أنا معاون ملاحظ. فاستغرب ما كان يعنينا هذا الموضوع، ويعني أظن لا يفترض أن نتصل من التجربة وأن نقول هذه أخطائها، ابحث عن الإيجابيات. كان كوادر الاتحاد الوطني طلبة العراق وكوادر الحزب شموع، والآن الآن راجع 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 الأشخاص و أعمل عملية مسح، تجد فقراء العراق هم البعثيين. ألم تكن في عقد التسعينات محبطا؟ كانت عندي ملاحظات كثيرة، علي أن أعترف كانت عندي ملاحظات كثيرة، وكان الحزب على بينة من عدها، بل أكثر من هذا يعني الرئيس صدام رحمة الله على روحه يعني وضع أمامه موضوع ما أرجو أن لا أسأل به، يجي وقته يخصك الموضوع؟ يخصني الموضوع، وكان عن 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 وجهات نظري، عرف وجهات نظري في كثير من، لكن قاتل الله الأمريكان المحتلين الذين عبثوا بمستقبل العراق. وبالمناسبة هؤلاء الذين جاءوا ليتربعوا على عرش الحكم يزعجهم جدا حينما تتحدث عن مرحلة الحصار، لأنهم من دعاة قتل العراقيين هؤلاء. لا بصرف النظر يعني الحصار أو عقد التسعينات وما رافقه من حصار وأخطاء وخطايا، وأنتم كوادر متقدمة في الحزب وأنت يعني من الذين يثق بهم صدام حسين، هل حاولت أن توصل آرائك؟ يؤسفني أني أخطأت في هذا الموضوع، وكان يفترض أن أوصل ملاحظاتي بل نقدي لتلك المرحلة بمفرداتها اليومية والسياسية. كان الصمت تعتقد إثم؟ يعني فيها فيها في في هذه اللحظة أشعر أنه كان إثم، لأني انطلقت من نظرة ضيقة في حينها أني لم أخطأ، وبالتالي حينما صار الذي عندي كنت أشعر أنهم ليسوا بحاجة إلى وجهة نظر. أنت تركت الحزب بالأخير أم أقصيت؟ يعني لم أكن مواظبا، لم أكن مواظبا. أنت باختيارك أم باختياري؟ هل وأنا أسف للمرحلة ذاك. هل التقيت بصدام حسين في السنوات الأخيرة؟ التقيت نعم، التقيت وكان لقاء ودي بيننا. في أي سنة؟ 86. لا بعيدة، لا في التسعينات جرت بيناتنا مراس يعني تحايا وكلمات خاصة. يعني بعد كل هذه المسيرة الطويلة هل أنت نادم على شيء؟ ثق يا دكتور، في معرض الحديث أنا لم أعش ازدواجية الموقف، كنت صادق مع نفسي وصادق مع الاتحاد الوطني لطلبة العراق وصادق مع الحزب، وللفخر أني عاصرت مرحلة من أجمل مراحل العمل النقابي والسياسي في تاريخ العراق، وأذكر بفخر واعتزاز الإنجازات التي تحققت
في مرحلة عملي مع آخرين، وأنا أحيي كل كوادر الاتحاد الوطني والكوادر التي ناضلت بلا مقابل وأسست مشروع يكاد يكتسب الكلية المطلقة، وبحق من حقي أن أذكر بعض من هذه. في مرحلة السبعينات والثمانينات وفي كل الظروف التي مر بها العراق اتسعت قاعدة التعليم الجامعي بحيث شملت غالبية محافظات العراق. الوفرة الكبيرة من طلبة البعثات إلى كل العالم، بحيث وصل نسبة الجامعيين أعلى نسبة في دول الإقليم والمنطقة. ربط التعليم بحاجات المجتمع، كنا ندفع الطلاب لأن يتعايشوا يتعرفوا على مشروع دور العامل، دور الاقتصاد، الفعاليات التي تؤدي إلى التوسع في مرحلة البناء، اتساع الأقسام الداخلية مع مخصصات مجزية للجنسين، مطاعم الطلبة، التعليم المجاني والإلزامي. ألا تعتقد أن التعليم المجاني وهو الفقرة الأخيرة قد قتلت في التسعينات؟ ظروف الحصار كانت قاتلة. كان يراد من فترة الحصار أنه إعاقة تطور العراق بعد أن تبين قدرات الذاتية في أن يؤسس مشروع دولة حديثة. قانون الخدمة الجامعية كان من أجمل القوانين وأعظمها وأرقاها. نادي الطلبة الذي كان صرح رياضي ضخ، أحسن مدربي العراق وغالبية مدربي العراق من هذا الصرح الكبير، وأنا أحيي كل رياضي نادي الطلبة وهم يحاولون أن يختالوا مرخصتك، يختالوا لأنه صرح ارتبط بقضية، ويختالوا مثل ما اختالوا رئيسه الأخير الشهيد الدكتور هديب مجهول. الفرقة النغمية، نادي السينما الذي ضخت إلى الحياة وساهمت في تطور الحياة الاجتماعية وأدخلت عناصر جديدة في أفق التحول الاجتماعي، أنا أحيي هؤلاء الذين كان لهم السبق في تأكيد الشخصية العراقية في الأغنية، في المسرح، في السينما. وأتمنى، وهذه يستحضرني الأستاذ فاروق هلال الذي أتمنى عليه أن يعود ليساهم في إثراء الحياة الفنية والسياسية بالعراق. سؤال أخير وباختصار أستاذ محمد، الحزب الذي أطيح بنظامه عام 2003 هو نفسه الحزب الذي كنت تنتمي إليه في السبعينات والثمانينات؟ باختصار شديد جدا، يعني لا 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 يمكن أن ألغي بعض الفوارق، لا يمكن أن ألغي. ميزة حزب البعث أنه يملك القدرة على تجديد نفسه، على تجديد نفسه والحفاظ على ثوابته. إن اختلت في مرحلة تبع لضغوطات كبيرة، أنا مؤمن بمناضلي الحزب، وأحيي كل مناضلي الحزب لأنه سيكون أحد اشتراطات التغيير في المرحلة. هل أنت بعث في هذه اللحظة؟ هذا خيار خاص إلي كانتماء. أنا مؤمن بفكر وعقيدة حزب البعث إلى أقصى درجات. لو عاد الحزب إلى السلطة وهو افتراض، هل ستعود بعثيا تنتظم في سبل الحزب؟ يعني لو غير لا مكان لها في التاريخ، هذا احتمال احتمال قد يكون سابق لأوانه، لكن أظن التراكم التاريخي والتجربة في بناء الدولة العصرية وعقيدة الحزب النظرة المتجددة ستدفع حتى من عاداه لأن يراجع نفسه.